بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومستمعينا أينما كنتم، أسعد الله مساءكم وطابت جميع أوقاتكم. أيها الإخوة المتابعون، نرحب بحضراتكم في هذا المساء الختامي لهذه المرحلة الأخيرة، وهي المرحلة الثانية من هذا المحلي السابع. نرحب بالجميع عبر قناة الريان الفضائية الناقلة لهذا الحدث الكبير، كما نرحب أيضا بجميع الحاضرين هنا والمتواجدين والمستمعين عبر الـFM الراديو فاصل 88.6. نرحب بالجميع ونقول أهلا ومرحبا بكل من يستمع وكل من يتابع. أيها الإخوة، شهدنا وإياكم شوطين ماضيين، شهدنا الحضور المميز مع ارتياد التاريخ، ارتياد الجمهور المملوكة لهجن الشحنية بقيادة سالم بن جابر بن فاران المري، التي حقيقة اطمأن جمهورها وعشاقها ومحبين هذه الرياضة بأدائها المميز مع ظهورها في هذا المساء، بينما أتى فجاج مع شعار هجن الشحنية ولكن بقيادة الشبل جابر بن سالم بن فاران المري. مشاهدينا ومستمعين الكرام، نصل إلى هذا السن أيها الإخوة، سن الحيل والزمول، وهو السن الكبير، السن الذي تكون فيه التحديات وأيضا المنافسات لها طعم خاص ولها مذاق خاص. أيها الإخوة، نبدأ بعد بسم الله ونتكل على الله سبحانه وتعالى مع المركز الأول لكي نكون وإياكم مطلعين على نتائج هذه المراكز الخمسة الأولى. المقدمة والصدارة مع مودة. مودة من تحتل المركز الأول، تمتلكها هجن الشحانية، من تمتلك ارتياد، من تمتلك سحب، من تمتلك سحايب، من تمتلك أيضا تمتلك العديد من السبق، وتمتلك ماذا نقول وماذا نخلي. ننتقل وناخذ مضمرها، نعم مضمر مودة جابر بن سالم بن فاران المري. ننتقل للمركز الثاني، هذه هوادة. هوادة تأتي على المركز الثاني، اسم جميل ومميز وملفت أيضا. هذه هوادة لهجن الشحانية، يضمرها أيضا جابر بن سالم بن فاران. من يضمر هوادة ويضمر مودة؟ ننتقل للمركز الثالث، نجدة تصل على مستوى المركز الثالث، تعود ملكيتها لهجن الشحانية أيضا ويقودها في التضمير كذلك جابر بن سالم بن فاران. أما المركز الرابع فالتواجد هنا من غيوض لهجن الشحانية وتضمير غيوض، ولكن هنا على المركز الرابع هذه من تقدمت الواصلة لهجن الشحانية وتضميرها مع محمد بن خالد العطية. ننتقل للمركز الخامس اللي تتواجد على المركز الخامس غيوض لهجن الشحانية ومحمد بن خالد العطية يقودها في التضمير. هذه النتيجة مشاهدينا ومستمعينا الكرام للمراكز الخمسة الأولى المتقدمة. هذه نتيجتنا أيها الإخوة أينما كنتم للمراكز الخمسة الأولى في هذا الشوط. نعود مشاهدينا الكرام إلى مقدمة هذا الانطلاق. المركز الأول هنا مودة، مودة مودة مودة، الله الله، هذه مودة من تحتل المركز الأول من البداية وحتى هذه اللحظات، تمتلكها هجن الشحانية مودة، وتريد مودة أن تكون هي قائدة هذا الشوط. الله، تود أن تكون هي صاحبة هذا الشوط أيضا، بينما يقودها في التضمير جابر بن سالم بن فاران. ولكن هنا على المركز الثاني هوادة، هوادة تصل، هوادة تعود ملكية هوادة لهجن الشحانية. يا سلام، يا قطار عشي بعز وحنا لك سند.
هوادة تصل وتحتل المركز الثاني، هي من تتواجد على ثاني المراكز. وهذا الشوط ليس فيه هوادة، نعم لا هوادة في هذا الشوط. يا سلام، هجن الشحانية تمتلك هوادة، بينما يضمنها جابر بن سالم بن فران. المركز الثالث تصل نجدة، نجدة لهجن الشحانية أيضا مع الشبل جابر بن سالم بن فران، يزج بهذه الأسماء الثلاثة الأولى مودة وأيضا هوادة وكذلك نجدة، بينما تصل على المركز الرابع وصلت على المركز الرابع الواصلة، تصل على رابع المراكز. ونقطع في هذه اللحظات أيها الإخوة الأربع كيلومترات الأولى، ويتبقى لنا مثلها الواصلة لهجن الشحانية تصل وتحتل المركز الرابع، بينما يقودها في التضمير المشاقب محمد بن خالد العطية. ننتقل للمركز الخامس، وصلت على المركز الخامس، معركة الله، هذه معركة من تتواجد على خامس المراكز. هجن الشحانية هي من تمتلك معركة وتضميرها مع أيضا الحوت محمد بن خالد العطية. هذه الأسماء أتممناها على ما سمعكم في ندائنا الثاني. نعود مشاهدين الكرام، هوادة من تتواجد وتغير مشاهدين الكرام إلى مقدمة هذا الشوط، تعود ملكيتها لهجن الشحانية وتضمينها مع الشبل جابر بن سالم بن فاران. من يقود هوادة أو هوادة، نعم هوادة، يا السلام، لا هدوء في هذا الشوط، يا الله لا هوادة في هذا الشوط، نعم لا هوادة في هذا الشوط من خلال هذه الحيل التي صالت وجالت أيها الإخوة الأفاضل في الأشواط المفتوحة. نعم معنا في هذا الموسم وفي المواسم الماضية. إذن هوادة من تتواجد على المركز الأول، هوادة من تقود هذه الجموع، غيادة حكيمة تحمل الشعار الأدعم، شعار هجن الشحانية، بينما تضميرها ومتابعتها مع جابر بن سالم بن فاران. نجدة تأتي وتحتل المركز الثاني، تعود ملكيتها لهجن الشحانية، تضميرها مع جابر بن سالم أيضا بن فاران. والمركز الثالث وصلت هنا الواصلة تصل وتحتل المركز الثالث. يا سلام على الواصلة وانطلاقة تصل وتتسلل إلى ثالث المراكز وتقترب من أيضا الثلاثة المراكز الأولى، نعم تدخل هنا في عالم المنافسة. والله يقودها في التضمير محمد بن خالد العطية، دخول في هذه اللحظات من حلف، وصلت حلف في هذه اللحظات. يا سلام عليك يا الشبل، الله حلف هنا تحالف المراكز الأولى وتحالف أخواتها مع المقدمة. حلف تعود ملكيتها لهجن الشحانية، يقودها في التضمير الشبل جابر بن سالم بن فاران المري والمركز الرابع. معركة الله الله يا معركة الكبار، معركة تتواجد على المركز الرابع، تعود ملكية معركة لهجن الشحانية، تضميرها مع محمد بن خالد العطية المشاقب. يلا يا راعي يا مضمر معركة، نريد المعركة المتحركة هنا في هذا الميدان. الله، نريد أن نلذذ أعيننا ورؤيتنا بهذه السبق عندما تصدر عليها التعليمات، وعندما تكون هناك معركة السبق أيضا يتشوق لها الجمهور. يلا يا مضمر معركة، أرى هنا التقدم على المركز الخامس، أيضا قدم شعار هجن الشحانية على مستوى المركز الخامس في هذه اللحظة من قبل طوع. وصل الطوع الله في أول نداء لها لهجن الشحانية أيضا مع الشبل جابر بن سالم بن فاران. يا سلام يا سلام يا سلام، الله الله، أربعة أسماء هنا تتنافس على المراكز الأولى، كلها يضمرها جابر بن سالم بن فاران وتمتلكها هجن الشحانية، بينما معركة هناك هي الوحيدة التي تتواجد في منافسة المراكز الخمسة الأولى. يلا يلا يا المشاغب، يلا يا المشاغب، يا سلام، معركة تتواجد على المركز الثالث، تعود ملكيتها لهجن الشحانية، تضمينها مع المشاغب محمد بن خالد العطية. ولكن نعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى الصدارة. يا سلام يا سلام يا سلام،
هوادة مشاهدين الكرام، هوادة هنا تتواجد على المركز الأول من يبدو لي من الأربعة كيلومترات حتى هذه اللحظات وهي تتمسك بالصدارة. يا سلام يا هوادة، هوادة لهجن الشحانية تضمينها ومتابعتها مع الشبل جابر بن سالم بن فران، ولكن طوع وصل الطوع مشاهدين الكرام، من يسهل عندها أيها الإخوة؟ الله صاحبة السيارة، نعم في اليوم الأخير لمهرجان المؤسس، يا سلام الله، صاحبة الشوط الثالث نعم وصاحبة السيارة في مهرجان المؤسس طوع. إذن مشاهدينا ومستمعينا الكرام نأخذ المركز الثالث. تحركت هناك معركة مع بشعار هجن الشحانية مع محمد بن خالد العطية، التحركات هنا من غيوض لهجن الشحانية أيضا مع محمد بن خالد العطية، ولكن طوع الله الله الله، هنا أيها الإخوة تسهل الصعب طوع، هذه طوع أيها الإخوة، ليس هناك لديها أي صعب، يكون لها طوع بإذن الله تعالى. هذه طوع وإنجازاتها وتاريخها وسجلها الحافل، قبل أسابيع فقط حاصلة على سيارة مهرجان المؤسس في يوم الختام. الله يا سلام يا سلام على السبوق مهما كانت، الله 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 الله، هذه طوع أيها الإخوة الأفاضل، نحمل سلاماتنا ونبعثها لهذه المؤسسة الكبيرة، مؤسسة هجن الشحانية التي تمتلك الندر، التي تمتلك جميع ما هي سبوق في دول الخليج، تمتلكها هذه المؤسسة العملاقة بدعم كبير أيها الإخوة من سيد الأمير حفظه الله ورعاه. لحظة وصول طوع إلى خط النهاية، تهانينا والناموس لهجن الشحانية على فوز طوع بالمركز الأول. المركز الثاني وصلت فيه أوتار لهجن الشحانية، المركز الثالث تصل على المركز الثالث هوادة لهجن الشحانية، المركز الرابع تصل على رابع المراكز نجدة لهجن الشحانية، والمركز الخامس وصلت معركة لهجن الشحانية. إذن مشاهدينا ومستمعينا الكرام، طوع هي صاحبة الكلمة في هذا الشوط، هي من كان من طوعت هذه المسافة لأجل أن تكون هي المتوجة بهذا الشوط. هذه طوع لحظة وصولها إلى خط النهاية، قاطعة المسافة في زمن وغدرة 12 دقيقة 37 ثانية بالوفاء والتمام، توقيت ممتاز لطوع وبكل أريحية تصل إلى خط النهاية. تاني لو ناموس لهجن الشحانية، التهنئة موصولة لمضمر طوع جابر بن سالم بن فاران البري. المركز الثاني 12 دقيقة 39 ثانية جزئين من الثانية، هذه لحظة وصول أوتار، تهانينا والناموس لهجن الشحانية، الثانية موصولة لمضمر أوتار سالم بن جابر بن فاران المري. أما المركز الثالث 12 دقيقة 40 ثانية، خمسة أجزاء من الثانية، هذا هو توقيت هوادة، تهانينا والناموس لهجن الشحانية، التهنئة موصولة لمضمر هوادة جابر بن سالم بن فاران.